بسم الله الرحمن الرحيم. أنا دكتور وليد جادو، مدرس استشاري جراحة السمنة والسكر بالغدد الصماء، كلية الطب جامعة المنصورة. يعني في البداية أحب أقول لكم نبذة عن حاجة كتير جدا مننا بيسأل عليها الوقت حاليا، هل في علاج لمرض السكر ولا مفيش؟ بعض الأدوية احنا بناخدها دلوقتي بتعالج أو تعمل كنترول لمرض السكر بصفة خاصة، ما بتعملش علاج نهائي لمرض السكر. ولكن عشان العلماء في الفترة اللي فاتت بذلوا جهود كبيرة جدا في تحديد هل فعلا ممكن نعالج مرض السكر ولا لا، ظهر حاليا في الفترة الحالية عملية احنا بنسميها عملية تحويل مسار المصغر. العملية دي من نتائجها انها بتنزل الوزن، ومع الوقت اكتشفنا انها كمان مش بتنزل الوزن بس، بتنزل مستويات الكوليسترول، بتنزل الضغط، وكمان وجدنا انها بتنزل مستوى السكر في الدم للناس اللي عندهم مرض السكر. ازاي العملية بتشتغل؟ بكذا طريقة. من اهم الحاجات اللي احنا اكتشفناها انها بتعيد تنظيم هرمونات بتخرج من الجهاز الهضمي اللي له وظيفة هرمونية زي هرمونات الجيبلين والليبتين. الهرمونات دي الاكل اما الانسان بياكل بعد العملية ما بتعديش عليه كتير، وبالتالي بيفقد الوزن، ومع فقدان الوزن كمان مستويات السكر في الدم بدأت تتحسن. وجد الإنسان إن يعني اللي كان مريض بالسكر وجد إن مستويات السكر عنده قبل العملية خلاف بعد العملية. إزاي؟ العملية باختصار شديد بتتم عن طريق إن إحنا بناخد جزء من المعدة بنحدده له مقياس معين وبنقيسه وبنبدأ نفصله عن المعدة الأصلية. الجزء ده بنعمل عليه كوبري من الأمعاء على بعد بمقاس معين من بداية الأمعاء. في المرضى اللي احنا بنعمل لهم العملية عشان مرض السمنة او عشان ننزل وزنهم، البعد ده من بداية الامعاء اللي هنعمل عليه كوبري بيوصل ساعات في بعض الاحيان ل 200 سنتي. في علاج مرض السكر احنا بنعمل البعد حوالي على 120 سنتي. وجدنا ان البعد ده حتى في الناس اللي ما عندهمش سمنة مفرطة او مش عايزين ننزل وزنهم ان هو بيأثر تأثير ايجابي في نزول السكر. يعني هل السكر فعلا بيختفي بعد العملية؟ الى حد كبير، ان ما كانش الى حد نهائي، مرض السكر بيختفي وبيظهر النتيجة من اول ايام بعد العملية. حتى الناس اللي هو عندهم سكر في فترة قصيرة زي 5 سنين وعندهم مضاعفات قليلة من مرض السكر، السكر بيختفي عندهم نهائي تماما. الناس اللي عندهم سكر بقاله فترة طويلة زي 10 سنين او اكتر او عندهم مضاعفات، السكر بيختفي تقريبا بعد فترة ازيد شوية، وبتتحسن كتير الحالة الصحية عندهم. وكمان احنا يعني بنوجه رسالة في الكلمة القصيرة ديت لكل الناس اللي عندهم سكر، ياريت يفكروا في الحل ده، لانه هو حل فعلا فعلي وجذري لهذا المرض اللي مضاعفاته كتير وملوش علاج وبيأثر كتير جدا على صحة الانسان وله يعني تبعات كتيرة احنا في غنى عنها ان شاء الله. نشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.